مدينة أوديسا، لؤلؤة البحر الأسود ودرة مدن أوكرانيا التي يطمح بوتين في الاستيلاء عليها بغير ضربات صاروخية موجعة. فهناك ما يمنعه من ضربها بقوة. يردد البعض أن السبب هو ارتباطه القديم بالمدينة حين كان مقر عمله بها وقت خدمته في جهاز المخابرات السوفيتية السابق الكيجيبي. ولكن السبب الحقيقي الذي ربما يمنع الرجل من قصف المدينة بعنف كما فعل بباقي المدن الأوكرانية هو الكاتاكومب أو سراديب الموتى، أكبر متاهة في العالم، مدينة جوفية عملاقة تحت أوديسا. أثناء رحلتي لتغطية الحرب في أوكرانيا قمت بزيارة الكاتاكومب. معكم أنا صفاء صالح من أخبار الآن. هذه المدينة الجوفية منذ عصر الإمبراطورية الروسية، وهي من أقدم السراديب والمتاهات تحت الأرض. تم حفر الكاتاكومب بين عامي 1819 و 1850، حيث كانوا يستخدمون الأحجار المستخرجة منها في بناء مدينة أوديسا القديمة والأثرية. الكاتاكومب شبكة من السراديب تحت الأرض ولها العديد من المداخل، فإذا ضرب أحد المداخل فهناك العديد منها. كما تم استخدامها من قبل الاتحاد السوفيتي السابق كمخبأ للتجارب النووية أثناء الحرب الباردة في الستينات من القرن الماضي. ثم تم استخدامها كمخبأ بين عامي 1917 و 1945، كما استخدموها في حربهم الباردة في الخمسينيات وستينيات القرن الماضي لتكون مخبأ سريا للنشاط النووي. سكان أوديسا اليوم يستخدمونها كمخبأ فور سماعهم إنذارات الحرب، كما قام بعضهم بتجهيز نفسه لضربة نووية فأتوا بملابسهم وأغراضهم لتوقعهم أن يضربهم بوتين بالنووي، خاصة بعد تردد أخبار عن توجيه رأسين نوويين روسيين باتجاه أوديسا. نحن الآن نقف تحت 20 متراً من الحجارة، فوقنا لا يمكن أن يحدث أي ضرر للمختبئين هنا نتيجة استخدام أي نوع من الأسلحة. شيء ما جعل بوتين يتوقع في هجماته الأولى لأوكرانيا أن يستقبله أهالي أوديسا بالورود، ولكنه فوجئ بالمقاومة والدفاع عن وطنهم. وهو ما رصده الأب في رازيوك فاسيلي، قس الكنيسة الكاثوليكية في أوديسا وأحد الأسرى الذين تم تعذيبهم في روسيا. تم تعذيبنا مرارا وتكرارا، فقد قاموا بضربنا ومعاملتنا بقسوة تامة، لأنهم اعتقدوا حقا أنهم حينما سيأتون سيقابلون بالخبز والملح، وأنهم أتوا كمحررين، لكن الشعب الأوكراني نهض وقاتل. من أوديسا خرج الأب في رازيوك فاسيلي صباح 25 من فبراير الماضي باتجاه جزيرة الثعبان التي هاجمها الروس في اليوم السابق، ليقوم بالتقاط الجرحى من المدنيين إلى جانب جثث الجنود الأوكران قبل العبث بها من جانب القوات الروسية. فماذا فعل به الروس بعد أسره؟ أصعب شيء بدأ عندما تم نقلنا إلى مركز احتجاز قبل المحاكمة، حيث أجبرونا على التحدث باللغة الروسية فقط، وبدأوا بضربنا بقسوة ليس لمعرفة بعض المعلومات. لقد عذبونا لمجرد التعذيب، ثم عندما ضربونا وسألتهم لماذا تضربون أجاب بدون سبب، فلو كان هنالك سببا لقتلتك. هكذا عاملونا، صعقوا أيدينا بالصدمات الكهربائية وغرزوا الإبر تحت أظافرنا وبدأوا للتو في السخرية لأنك فقط أوكراني. واستمر التعذيب على مدار 70 يوما، وبعدها تم إطلاق سراحي في صفقة لتبادل الأسرى، ولا أعرف مع من تم استبدالي وما هو الاتفاق. أعطوني أمرا أن أرتدي غطاء الرأس وغموا عيني، هكذا لمدة يومين. تم نقلنا بالطائرة إلى شبه جزيرة القرم ومنها إلى الأراضي الأوكرانية، حيث تم تبادلنا بالفعل. وفي 6 مايو كنت في أوكرانيا ورأيت العلم الأوكراني وبكيت وأدركت أنني في الوطن. لا شيء يشتري حب الأوطان،
وهذا ما بعثه أهالي أوديسا في عبارات موجهة ضد روسيا كتبوها على تمثال الإمبراطورة الروسية كاثرين الثانية، والتي قام بعض الأهالي بالمطالبة بإزالة تمثالها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.